رجل لديه مبلغ من المال في حسابه في بلده، وقد حال عليه رجل الحظ. لديه مبلغ من المال في حسابه في بلده، وقد حال على هذا المبلغ الحول، فهل يخرج الزكاة هنا أو يوكل من يخرجها عنه في بلده؟ كلاهما جائز، من أخرجها على الفقراء هنا البلد اللي فيه المال، فقراء البلد الذي فيه المال هذا أولى، وإن وكل من يخرجها على فقراء في بلده فلا بأس بذلك، المهم أنها تصل إلى الفقراء. نعم.